قلبي تميل. ولي في هذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت اسم محمدا، أما الدليل إذا ذكرت اسم محمد صارت دموع العاشقين تسيل. بدأنا بسم الله وبصلاة الله، الله الله على رسول الله وآله الأبرار. بدأنا بسم الله وبصلاة الله، الله الله على رسول الله وآله الأبرار. يا أمينة صادق غالي
محمد يا جد الحسني سلتك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين يا محمد الله. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل مشاهدينا كل متتبعينا في هالليله المبروكه، هالليله السعيده، ليله من ليالي سيدي رمضان.
ذوق 24 تجيكم في شكل جديد. ذوق 24 اللي استنستوا بها تحكي على تراثنا، على أصلتنا، على جديدنا، تتواصل على القناة الوطنية الثانية. لكن حابين ندخلوا جو رمضان، جونا العربي اللي كنا نحبوه، الموسيقى، الشعر، الحرف أيضا باش تكون موجودة معنا. وخليني في البداية نرحب بهالجمهور العزيز اللي حاضر معنا ليلة. شكر كبير لجمعية تراثنا اللي جات بحذينا واللي أمنت لنا الدخلة المزيانة هذه، ومازالت إن شاء الله باش تسهر معنا ليلة. العديد من الضيوف، هذه تزغريته وهذا جو نتاعنا التونسي، العديد من الضيوف ان شاء الله باش يحضروا معنا. يعني خلينا ساعه نشد بقتي، قالوا لي شد بقتك ومن بعد نكمل نحكي لكم شنو اللي عنا. باش نواصلوا مع الفن وباش نواصلوا مع الاغناء وباش نمشيو لجمعيه تراثنا وباش نمشيو لفرجه البلوط. هذا عرض متميز، نقول لكم انتبهوا جيدا بعد شويه ونحكي عليه. اما هو في الاجواء نتاعنا القديمه، في الأجواء نتاعنا التونسية القديمة، حبيت نشكر الجمعية هذه اللي عملت مجهود خصيصا، معناتها أن تبدأ معنا العرض هذه، ما حبت تعطيه لحتى حد، يتوجد عنا احنا ويسمعوه مشاهدي القناة الوطنية الثانية في ذوق 24. هي فرجة البلوط. حاضرين نجموا نمشيو؟ إذا كان نجموا نمشيو؟ أوكي، تفضل. باب سويق الحلفاويين هالليلة حلمة كبيرة، هالليلة حلمة كبيرة، سرها مخبي في قلوب وليدة الخير والخمير اللي بحبها التراث الجدود مروية. واليوم جيناكم زايرين وبلبستنا التقليدية معروفين في حاجة اسمها مبيتة البلوط، حاجة زمنية وكانت منسية من تراث تونسنا البيا، وتكتبوا سرها في الثنية. Come.
خاطري ماكلة ألوان لحمة بكيلو تقلى وتياني ضرب مات كبر لباني ضرب مات كبر لحكام سفرات راس بيت في كل مكان ضرب مات كبر لباني ضرب مات كبر لحكام سفرات راس بيت في كل مكان ضرب مات أول ما لقيت تجيت الحكا سيدي من هنا بيت شغلت هكا ليس صليت تأخرت صلاتي عتلني إذن جزء من فرجة البلوط ما نقولوش فرجة البلوط بكلها راهو هذية العرض هذية راهو باش يتطور برشا مع جمعية تراثنا بحضور هالوجوه النايرة اللي قاعدين نشوفوا فيها باش تولي فيها باش يولي فيها عرض كبير باش تكون فيه باش يكون فيه رقص وباش يكون فيه برشا تجسيد مسرحي وغيره على كل تنزيد ونحكيو مع العرض هذية نحكيو عليه مع سي زين العابدين بالحارث اللي باش يحضر معنا في البلاتو نستقبلوه إذا كان موجود سي زين يدخل معنا تفضل
وسي فيصل تسمعي الشعر اللي باش يكمل ايضا. تفضل سي فيصل، تفضل بحضنا. مرحبا بيك، باش يكمل يشعر لنا ويحكي لنا على الماكلة وعلى رمضان خاصة ومصروف رمضان. مرحبا بيكم، صحة شريبتكم سي زين، صحة شريبتك سي فيصل، صحة شريبتك. صح، يعيشك ورحب كل متفرجي الوطنية اثنين، ونشكرهم على الاستضافة هذية. ما عندي حتى مزية، وشكرا لكم انتم اللي عملتوا هالمجهود وجيتوا. الله يخليك. به سي زين، نحكيو الساعه على جمعية التراث نهاية تون بغيف، ما نحبوش لينا نخصوا راهو برشا كلام، اما اعطينا نعطيو ديما رؤوس اقلام شنو اللي فما. تراثنا هي جمعية تهتم بالتراث الغير مادي، تحافظ عليه، تحييه، وترجعوا للحياه، وترجعوا نعيشوا معناتها قرب الميكرو شويه سامحني، تعيش نعيشوا اصل تونسنا، تونسي احنا نحبوا نكونوا توانسه، توانسه بلبستنا، بماكلتنا، بشرابنا، بغنانا، بجونا، تصفيق على جونا بربي. يلزم نحبوا نرجعوا كل ما هو تونسي يكون معناتها هو الاصل. تو قاعدين نشوفوا اللي كل ما هم جينا من برا هو اللي عايشين به، والتونسي وكل ما هو تونسي ولا حاجه استثنائيه. احنا اللي نحبوا نقبلوا المعادله اللي صارت معناتها قديش من عام، نحبوا نرجعوا كل ما هو تونسي هو الاصل، وكل ما هو اللي عايشين فيه هو الاستثناء. على سبيل الذكر الحصر يقولوا الجبه هي الاصل، اي صحيح، السموكينج هي الاستثناء. استثناء هذاك احنا نمشي للاصل، احنا مع الاصل. معناتها كي نرجعوا نلبسوا لبستنا مثلا التونسيه، يعني هذيك تونس، خاطر اللي يغزروا كي تلبس جبه ولا تلبس حتى هو توليت شويه موديل، معناتها عملوها شويه، عصروها شويه. العباد تشوف انه تونس، هذيك تونس، هذيك تونس، وشوفوها التوانسه تو يشوفوا هذه حاجه غريبه، الجبه والشاشيه والسفسيري هذوما حاجه غريبه اللي هو اصلا، والاخرين هما العاديين الجين والمريول وكل حاجه اللي جات. هاكا افهم، وراه هذا الاصل والاخر هو الاكسبسيون، الاخر هو اللي داخل علينا من برا. حتى الشباب اللي قال لك مثلا الجبه اللي باباتي كل حاجه كيما هكا، يا سيدي هاو لبسنا لهم حاجه اللي هي متطوره، لكن متطوره، طور التونسي طور لبسته، هذه اهم حاجه. مزيانين الازياء تبارك الله، راهو معناتها الفرقه الكل لابسين بالازياء التقليديه نتاعنا التونسيه. به هات نمشيو لفرشه البلوط. فرشه البلوط غريب الاسم شويه، معناتها هذا لازمنا نفسروه، تونسي ما نفسروه. باهي هي فرشه البلوط هي من التراث. اي. وجمعيه تراثنا حاولت ان تلوش كل ما هو تراثيه. بالصدفه تقابلنا مع الشيخ فاخر الوسليتي اللي هو تحيه لي الشيخ موجود معنا، تحيه لي. هو كان بالصدفه تقابلنا، قال لي عندي حاجه من التراث، حاجه تحتز لي زي مخبيه. قلت له هذه مهمه الجمعيه، خلينا نخرجوها. قال لي على ظالي نامي، وبدينا نخدموا فيها. معناتها اما تحب لمحه صغيره على يعطيني لمحه، يعطيها لك سي فاخر الوسليتي. سي فاخر وين سي فاخر؟ ريجا بحذايا قرب لي تو انا نقوم نمشي له، لو تسمح سي زين تعطيني الميكرو نهزه له. سامحني سي فاخر، اذا باش تحكي لنا على فرشه البلوط اللي هي كانت فكرتك الاساسيه. صح شريبتك ومرحبا بيك، يعيشك. هذا الميكرو نتاعك، هيجا ندوروا الكاميرا نحكيوا شويه على فرشه البلوط. هي فرشه البلوط قبل كانت موجوده قبل في عهد زمان. اي هي شنو هي اصلها فرشه البلوط؟ كانوا قبل في عهد زمان يمشيوا الناس للزوي. والزوي الناس ولات تعمل في الوعايد وبره والسيدي فلان والسيدي فلتان. جاي جماعه، هو شنو هي حركه؟ حركه الناس قاعده كيفاش تقاوم الاستعمار الفرنساوي. أيوة. كيفاش استعملوا؟ عملت الطريقه هذه نتاع فرشه البلوط. نحكيوا على الماكله بصفه عامه اون جينيرال، كيقولوا يا شيخ يا مريخ، كيقولوا كبر الاذان، وبدات الفكره هذه بشويه بشويه. في عام 1980 خذاها سيمون جيبني عايش. سيمون جيبني عايش هو اللي طور بدا وفي الكلام، وفما برشا ناس، فما ممكن الاسامي تو برشا، فهمت؟ اي. وفي الاخر بكل قعدت عند المرحوم اللي هو الوالد نتاعي طارو الله يرحمه وينعمه، وسي ناصر بوعزيز الله يرحمهم الزوز. سي ناصر بوعزيز قام بالتهذيب نتاعها. ايوه. وصارت التهذيب نتاع الغناء نتاع بيت البلوط اللي تو من درجه في تقريبا 26 غناء. مع هذا اللي فما شكون معايا تو اللي لقيتهم معايا بالكدا واقفين، عندنا دي سي وليد هو الموسيقي. أي. سي عبد الرؤوف، وان شاء الله هذا العرض هو عباره على حضره، اما ذيك حضره جد، وهذه حاجه فيها تبع الهزل، اما فيها حاجه هزل كلها نحكي كان على الماكله. واضح، يعطيك الصحه سي فاخر وشكرا لك. بارك الله فيك، يعطيك الصحه وتحيه لكم نسكن، تحيه لكم. به خلينا نرجعوا، اذا السبيكتاكل ان شاء الله باش يكون كبير برشا كيما حكى لي ان شاء الله. به خلينا الميكرو نتاعك عندك الحق، ميكروك عندك الحق. سي فايسي حضرت لنا حويجه.
حويجة يظهر لي انت عندك دواوين مش حويجة، ما احنا معنا المجال كل حويجة معناتها. المعنى بالنسبة للمجموعات هما زوز مجموعات شعرية في الشعر الفكاهي اللي ولا هو بيدو جزء من التراث. لأنه الأغنية الفكاهية أصبحت مفقودة في تونس. معناها كي نقول لك فما أقل حاجة فما 20-30 سنة ما سمعناش أغنية فكاهية جديدة. معناها المرجع متاعنا هو المرحوم المرالي السملالي صالح الخميسي. حبينا زادة كيف كيف نحيي والأغنية هيدا عطينا شهد حي. بالمناسبة ما احنا في شهر رمضان الكريم قلنا نحكيو شوية على مصروف رمضان اللي نعرفه احنا تكثر الشهاوي في رمضان. صحيح تونسي يبدأ يتشهوي عاود. قلت يجيني رمضان بقضياته تلقاني نبلع ونغص. ايوة قالوا لي يجينا ببركاته. ملا بركة بالفلس كيف نجمع له فاتوراته؟ تقولش في دلموت نحس بين الشربة وبريكاته وطواجن وصلاية خص ومكحورية ولحماته ورنجة وريجوتا وعدس بسوم الموبيل يا حوتاته بخمسة كيلو تشري قلص. ما تحكيش على خضراته كي نراها قلبي تمعس خلي رياقاته وسهراته ما تسمع كان الدفعان. تصفيقة بربي على الشعر المزيان هذي الفكاهي. جاني رمضان مع العيد والشهرية يمسح مات والكرن يتعبى التقييد تقول متاع عرس القضيات ومرتي تقول لي اشري زيد دزت على الكرش الشهوات وكل ليلة ضيافة وتهنيد بوزة ودرع وغلات واللي تشايح كل قديت من الياغورت مع القفرات. يلزمني الأمير وليد باش يدفع لي الفاتورات وبرنامج سامي الجديد وصندوق معبي دزات كل نهار علي يزيد حشاكم نبدا ناخذ كل حصان. جا رمضان يقسم لي ظهري جاني الضو ومعاه الماء كيفاش يحلى شقا فطري وانا نخمم في الكراء. حلو العيد غدرني بكري حمص وسكر عظم منشاة وحوايج لولاد تهري تشوف السوم يجيني صماء وانا يا خيال نجري تقول الفقر وقف هنا تلقاني نجري ونجري ما ناقصني كالبكاء. الله الله الله. قالوا لي للرحمه شهر. قلت لهم بالله منين الرحمة كانش في القبر للي كيفي مغبوني. جاب ربي رمضان شهر مش ثلاثة ولا اثنين من مصروفه وركبني قهر وخلاني مثقل بالدين وكي يخرج تلقاني تر نفركس علي عنفي. حلوة برشا. هذي مصروف رمضان شو عمل في التونسي؟ جزء من مصروف رمضان مش الكل. يعطيك الصحة. شكرا ليك. شكرا ليك وشكرا للجمعية وشكرا لحضوركم معنا وهالحضور المزيد. بالله توا المخرجة البارح قريت لها حويجة عن ناموس توا تقولي في اللغيات تقولي عاودنا متاع الناموس. بالله يحكي لها عن ناموس. عطيها بيت عش عامل فيها الناموس يظهر لي صنية بالعام. قول ولي تنجرش ليل نهار هالناموس قتلني كلاني سالخ جلدي كل مسمار تهرى لحمي وخياني. عنده قرصه يا لطيف تخلي وجهك كالطنطومه ما يعرف راحه في الصيف وما تحلاله كالكريومه. عامل دم يا بيريتيف يشرب عنده شربه مشومه وعامل لي نحبك في السيف وطايح في حبي درباني. قلت له نمشي نشكي بيك ونمشي نجيب البلديه. ضحك وقال لي فك عليك عندي معارف قد يديا البلديه انت تجيك اما انا حارت فيا زبلغ وخروبه تهريك وين نعيش هنا لبناني. الله 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 الله. يا سيدي شكرا لكم يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة وإن شاء الله باش تكونوا حاضرين معنا مازالت العروض معنا إن شاء الله في دوق 24. هو احنا معناتها عملنا برنامج في رمضان على أساس كل مرة باش نحكيو حكاية على رمضان. أي. الوقت ما نعرفش يكفي ولا إن شاء الله يكفي يا ربي. مازالت لنا سهرة أخرى ومازالت سهرة العيد ومازالت متواصلة دوق 24. نقعدوا نحكيو على التراث في دوق 24 خاطر كل ما هو تقاليد تونسية هي دوق 24. دوق 24 شكرا لكم.